السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إليكم البيان اليومي المحدث للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد في مصر عن يوم السبت الموافق 11 يوليو 2020. أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 23876 وخروجهم من المستشفيات، وتم تسجيل 923 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و67 حالة وفاة. إليكم تفاصيل البيان. أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم السبت عن خروج 602 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 23876 حالة حتى اليوم. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 923 حالة جديدة ثبتت إيجابية حاللها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 67 حالة جديدة. وقال مجاهد إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكر أيضا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 81158 حالة، من ضمنهم 23876 حالة تم شفاؤها و3769 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع كافة الاستعدادات بجميع محافظات الجمهورية ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية. كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن 105 أو 15335 ورقم الواتساب 0155305105، بالإضافة إلى تطبيق صحة مصر المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الروابط اللي هسيبها لكم دلوقتي في صندوق الوصف. كما أعلنت أيضا مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس في آخر تقرير لها بتاريخ 7 يوليو 2020 ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1713 حالة و119 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس حتى أمس. وأشارت المديرية في بيان لها إلى أن المحافظة سجلت 22 حالة إيجابية جديدة بمستشفيات التأمين الصحي والعام والصدر والحميات وثلاث حالات وفاة. كما ذكر البيان أن الحالات الخاضعة للعلاج حتى الآن 384 حالة وعدد حالات الشفاء 1188 حالة. وبكده يكون انتهى البيان بتاعنا النهاردة. نتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين، وربنا يرحم كل اللي ماتوا إن شاء الله ويصبر أهليهم. انتظروني كل يوم بتقرير جديد من وزارة الصحة والسكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وتعمل اشتراك للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديدنا.